تمام معذرات يعني هم منتظرين كلمة من حضرتك. صباح الخير عليكم جميعا، وانا سعيد جدا جدا وبحبكم جدا جدا. اه والله انا كنت عايزكم تشوفوا الناس فرحانه قد ايه باللي انتوا عملتوه. متشكر. بقول تاني كنت عايزكم كمان، اكيد انتوا قاعدين مع الناس وشايفين، متشكر جدا. طب خليني اقول الكلمتين دول بس لكم انتوا، لان بفضل الله سبحانه وتعالى تطوعكم وتواجدكم مش هنا بس، في كل الشغل اللي بيتعمل، وحتى اللي انا مش ما بشوفهمش، يعني الشباب والشابات اللي انا ما بشوفهمش بقول لهم متشكرين، مش باسمي انا بس، انتوا اللي منورين، انتوا اللي منورين، انتوا اللي منورين. اشكركم واشكر كل شاب وشابه اشتغل هنا وانا ما شفتوش، مش باسمي بس، لا والله باسم كل مصر ومصرية في مصر بكامل. اللي انتوا عملتوه هنا واللي بتعملوه انتوا وكل المتطوعين اللي زيكم بيغير حياه الناس ويسعدها. وبالمناسبه يعني مفيش مقابل ابدا حد يقدر يديه لحد مقابل ان هو يسعدهم. ايوه طبعا، ايوه طبعا 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 طبعا. متشكر جدا، متشكر جدا. فبشكركم وكملي كملي. اللي بيتعمل ده في الريف بتاعنا، ده في الريف بتاعنا، ده في الاماكن اللي هي كانت صعبه، ده اللي كانت الناس محرومه من حاجات كتير. معانا بيكم وبدعواتكم الطيبه، معانا بيكم وبدعواتكم الطيبه. انا هقول لكم وانا بحبكم جدا جدا جدا، متشكرين، شكرا جزيلا. ربنا يا رب يا جماعه سيبوه يتكلم، ما تسيبوا سبيلكم. يا خير جيش يحمي البلاد عشية وضحاها، يا مصر قومي فالكرامة زادنا وجيوشنا وشبابنا كالأسود أراها، من شرق مصر لغربها وشمالها لجنوبها الكل قام فداها، والله في القرآن خص اسمها أن ادخلوها سلام بسلام آمنين، سبحان من بالأمن خص عماد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. متشكرين، متشكرين جدا، متشكرين مرة تانية. عايزين نكمل، عايزين نكمل، عايزين نكمل. ايوه عايزين نكمل ان شاء الله. كريم، تحيا مصر. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم.